الدلالات هي دلالات سياسية، دلالات سياسية. أولا نعلم جميعا بأن النظام في الجزائر هو نظام عسكري، والنظام العسكري دائما يفكر بأن البلاد، بأن الجزائر التي يسكنها أكثر من 40 مليون جزائري، يرى بأنها عبارة عن ثكنة. فالدلالات، أولا لابد أن تعلموا جميعا بأن هذا النظام بقائه مربوط بماذا؟ مربوط ببعض ما يصرح به، ومن بين هذه التصريحات دائما يخوف الشعب الجزائري، حتى وإن نكون في الأمن، ولكن دائما نراه ونسمع يتكلم على الإرهاب، وهذا قلنا من أجل بقائه، لأن النظام منذ 62 وهو يستعمل المناورات، مناورات هي سبب بقاء هذا النظام لحد اليوم. أما فيما يخص عندما نشوف مثلا في قطاع التربية اليوم، نرى بأن كل المهرجانات، ليس فقط في قطاع التربية، كل المهرجانات التي ينظمها هذا النظام، نجد بأن يعني عسكرت، أو نجد بأن الموجودون يعني الحاضرين في مهرجانات أو في الامتحانات الرسمية، نجد بأن هم يعني من الشرطة أو من الدرك أو من الجيش. هذا يبين بأن المجتمع الجزائري أصبح كل ما يقوم بأي مظاهرة، نجد بأن النظام دائما يحاول أن يعني كأن المدني لا يستطيع أن يسير مظاهرة، كأن المدني ما عندوش كفاءة لتسير الامتحان. وهنا المشكل أين هو؟ عندما نرى اليوم التلاميذ نرى بأنهم يعني صغار السن، نرى بأن التلاميذ عمرهم 15-16 سنة، يعني ما لحقوش حتى للسن المراهقة. وعندما التلميذ عندما يرى لأن قد يقولوا بالفرنسية سيركلي، يعني مركز الامتحان بأعوان الأمن، هذا يؤثر نفسيا على أول على التلاميذ، ويؤثر نفسيا حتى على يعني الأساتذة، أو حتى يعني مؤثرين الامتحان. لابد أن نقول لهذا النظام، لابد أن يترك كل قطاع يسير نفسه بنفسها. اليوم في مكان، لو يعني جينا في الدولة يعني التي تسمع للمثقفين، يعني لو جينا في الدولة التي تسمع للمعارضين، لو جينا في الدولة التي تسمع يعني للرأي الآخر، اليوم في مكان الشرطة، اليوم لابد أن يكون هناك جيش من النفسانيين. اليوم لابد أن يكون هناك نفسانيين. لماذا؟ لأن الامتحان الرسمي نعلم يعني ونعلم يعني الحالة النفسية للتلميذ، نعلم بأن التلميذ عنده ما يسمى بالضغوطات. هذه الضغوطات الحل يأتي من النفسانيين، وليس من زيادة الضغط بوجود عناصر الأمن في الامتحانات. وقلت الدلالة هي سياسية، الدلالة هي القول للمجتمع الجزائري بأن أنتم طالبتم بنظام مدني، ونحن نرد عليكم اليوم بأننا هم الموجودون في النظام يريدون نظام عسكري، عسكرة المجتمع الجزائري. هذا يؤثر كثيرا، خاصة عندما نتكلم على الامتحانات الرسمية التي اليوم لابد هؤلاء التلاميذ هم أبنائنا، هؤلاء التلاميذ هم يعني راحين يكونوا إطارات تاع الغد، ولكن راح نزرع في نفسيتهم، نزرع في يعني في نفسيتهم ما يسمى بالاضطرابات، لأن هذا يؤثر نفسيا، نزرع في نفسيتهم ما يسمى بالرعب،